مستمعينا الكرام، لمعرفة المزيد حول آخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية 2024، تحديدا حول تصويت المصريين في الخارج في اليوم الثالث والأخير، على هوا الراديو 9090 ينضم إلينا دكتور رامي لبيب، ممثل الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالبحرين. دكتور رامي، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم على حضرتك وكل السادة المستمعين راديو 90. أهلا وسهلا بحضرتك. يا ترى اليوم الثالث في الانتخابات الرئاسية في البحرين، متابعين أخباركم في الأيام اليوم الأول والثاني، هل اليوم الثالث برصدت إيه لحد دلوقتي من إدلاء المواطنين المصريين المقيمين في البحرين في الانتخابات الرئاسية؟ بالفعل يا فندم ختامها مسك، أنا شايف خشود كبيرة جدا وفي حماسة شديدة بين الوفود، عدد كبير من المصريين حريص على التواجد والمشاركة وحس الآخرين على المشاركة من خلال تواصل شبكات التواصل الاجتماعي، وعدد كبير جدا هيخلص الشغل عنده والدوامات. حضرتك تعرف ان النهاردة يوم عمل في مملكة البحرين، واحنا على موعد ان شاء الله بعد العصر بعد الاستراحة، لأن اللجنة بتعمل استراحة من 3 إلى 4 بتوقيت البحرين، بتتوقف عن العمل ثم يستأنف العمل مرة أخرى في 4 عصرا. أعداد كبيرة جدا موجودة للإحتفال والمشاركة في العرس الديمقراطي وتحديد من سيكون رئيس مصر في المرحلة القادمة لمدة 6 سنوات إن شاء الله. يعني نفهم من كلام حضرتك بعد الساعة الراحة ربما الإقبال يزيد بعض الشيء، زي ما حضرتك قلت لنا اللي هيكون في الشغل أو هو يوم عمل فهيجي بعد الساعة الراحة، هل بتتوقع زيادة الأعداد بصورة عامة خصوصا أنها الساعات الأخيرة واليوم الأخير؟ بالضبط يا فندم، بلا شك عندنا أعداد كبيرة بالفعل متواجدة من صباح اليوم مع جد التصويت الساعة 9، يغلب عليهم تواجد المرأة وكبار السن والأطفال، لكن احنا بنتوقع زيادة الأعداد في الفترة المسائية بعد انتهاء الدوامات الرسمية. أعداد كبيرة جدا حريصة على المشاركة في اليوم الختامي للانتخابات الرئاسية والاحتفال بنجاح العملية الانتخابية في مملكة البحرين. عندنا عدد كبير جدا من المصريين في الخارج شاركوا في التصويت، نسبة كبيرة من الأسر المصرية كانت متواجدة بالأعلام المصرية والأطفال للاحتفال والمشاركة في الانتخابات الرئاسية. شكرا جزيلا دكتور رامي لبيب، ممثل الاتحاد العام للمصريين في الخارج في البحرين، شكرا جزيلا لوجودك معنا يا فندم.